قد ايه حلقاته بتبقى مبهجه، قد ايه الستات والرجاله بيحبوه بيحبوا يسمعوا له، لانه دايما شخص متزن وشخص معتدل. والحقيقه انه من الرجال القليلين قوي بعيدا عن مهنته زي بيقول الحق، والاكتريه بتبقى مع الستات. المره اللي فاتت اخر مره كيان مشرفنا فيها وهو بيكلم كده لقطت منه كلمه اسمها الطلاق الصامت، فتقول لا 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 ما تكروتش الدنيا بقى، يعني تعالى نتقابل تاني وتشرفنا تاني ونتكلم. تعال اول نرحب بيه دكتور احمد عماره، حضرتك منورنا يا فندم. دورك، ربنا يخليك يا رب. يا اهلا بيك. المره اللي فاتت زي ما قلت دلوقتي واحنا بنتكلم في النص كان في حاجه اسمها الطلاق، حضرتك قلت ان في حاجه اسمها الطلاق الصامت، وانا استاذنت حضرتك ان احنا هنقف عندها علشان نفهم يعني ايه الطلاق الصامت. ما هو الطلاق الصامت؟ طيب، هو كلمة طلاق متعرف عليها ان اتنين انفصلوا رسميا وناس كلها بقت عارفة، ومعظم الدراسات بتتعمل اللي بيقولك نسبة الطلاق كذا بتتعمل على اللي فعلا راح وطلق. أوكي. المعلومة الاخطر بقى ان في ناس كتير بيكونوا في بيوتهم شبه مطلقين بس الصورة محافظين عليها. كلمة طلاق صامت معناها ان الحياة بينا بقت يعني شبه متوقفة، محافظين على الاسم، محافظين على الشكل، بس احنا فعليا منفصلين. وناس كتير بيعملوا كده علشان حاجات كتير جدا هنتكلم فيها بعد شويه. ده بيبقى اخطر بكتير جدا، يعني بعض الناس يقول لك ايه احنا لو اتطلقنا ممكن ناثر على الاولاد، البيت كذا، ويبقوا خايفين من التاثير السلبي على الاولاد. الطلاق الصامت او بعض الناس بيسموه الخرس الزوجي، بعض الناس بيسموه الطلاق النفسي او الطلاق العاطفي. كل ده او المحور اللي بنتكلم عنه ده والموضوع ده اشد خطوره على نفسيه الذكر او الرجل، ونفسيه الانثى، ونسيت الأولاد فوق ما يتخيلوا. وبالتالي كان لازم نوضحه النهاردة عشان أنا هتكلم في موضوعين مهمين. أول موضوع زي حاجات كده، عوامل أو مؤشرات بتبين لي نسبة الطلاق الصامت في حياتي، فيبقوا عارفين فينتبهوا. هتكلم في الأسباب اللي عملت كده، وأنا بتكلم في سبب هتكلم في عكسه. إزاي بقى تتلافى ده علشان تبدأ تطور حياتك، لأن أنا عندي قناعة ويا رب كل الناس يفهموها، ان الاصل في الحياه ان احنا نعيش سعداء مستمتعين، مش نكون مضغوطين ومتكلبشين. والجواز ما هوش القفص، يعني حتى سموه زي السجن بس شيك كده، سموه قفص ذهبي. طب ما هو حتى ايا كان لونه هو ولا معدنه هو سجن، او بيقدموه على انه سجن. فالجواز المفروض ان هو بيطفي متعه اعلى عن متعه الحياه. الحياه العاديه المفروض تكون ممتعه، الجواز بيدي متعه كمان ازيد. فعدم فهم الموضوع ده الراجل بيتالم ويعاني والست تتالم وتعاني. ف لو فهموا الحته دي وادركوا بقى المؤشرات اللي بتبين نسبه الطلاق الصامت في حياتنا، ايه هيشتغلوا عليها. هتكلم في 17 نقطه. يا سلام بقى لو ورقه وقلم واكتبوا ورايا عشان هنعمل مقياس. يلا يا جماعه ورقه وقلم بقى كل مره ورقه وقلم لو سمحت. هنعمل مقياس من 17 نقطه يبين نسبه وجود الطلاق الصامت في حياتي. اوكي. اول نقطه الهجران، ان هما الاثنين بيكونوا بعيد عن بعض، ممكن يكونوا مثلا بيناموا في مكانين منفصلين. كل واحد فيهم له مواعيد نوم مختلفة. يعني قاعدين، ممكن يكونوا في نفس البيت بس منفصلين، أو في بيتين مختلفين، أو واحد على طول مش موجود ومش متواجد، فبيعمل حالة من الفتور. والاتنين، وأقصد هنا في الهجران اللي إحنا بننام في مكانين مختلفين ومفيش بينا تعامل، مش في سبب. لأن أحيانا بعض الناس ممكن يكون في سبب. أنا أعرف أسر، وأنا كمان ساعات بعمل كده، أخدت قرار في يوم من الأيام إن أنا مش هشغل التكييف، أنا بلغيه من حياتي دلوقتي. فاتفقت انا وزوجتي ان لما يدخل الصيف هننفصل، انا هنام في مكان غير تكييف وانا مش هعمل لك قلق، وقعد وفي الشتاء بنرجع تاني نبقى مع بعض. فطالما احنا متفقين وراضيين ما اسموش هجران. انا بتكلم على ان احنا فعلا زي متخاصمين وقاعدين بعيد عن بعض. ده اول عرض، الهجران. تاني عرض ان احنا ما فيش بينا لغه حوار، ما بنتكلمش. ال- 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 الكلام بينا زي ما يقولوا كلمه ورد غطاها، بنقطم في الكلام، ما فيش حاله من الحوار كده والدردشه مع بعض. ثالث نقطة غياب، ودي بعض الناس بيتريقوا عليها للأسف وهي خطيرة ومهمة، غياب الأحضان والقبلات خارج إطار العلاقة الحميمة. إن إحنا الطبيعي أطبطب عليها، أخدها في حضني. وحتة مهمة جدا بقى الرجال هينبسطوا منها، يعني بيقال إن الراجل اللي بياخد مراته بالحضن من 3 إلى 5 مرات في اليوم بيحمى من أمراض القلب وأمراض الدم وأمراض الضغط بصورة لا تتخيليها. الحضن بيعمل توازن للطاقة، يعني أصلا الأنثى هي طاقتها بنسميها في الطاقة طاقتها ين، والذكر طاقته يانج. فلما احتويها في حضني أنا بيحصل لي هيلينج.
ولما انوي اخلي حد يرتاح لازم ربنا هيريحني، فالامراض بتتلاشى. فغياب الاحضان والقبلات الطبيعيه الراقيه الرومانسيه الجميله دي من مؤشرات او حاله الطلاق الصامت. نمره 4، حاله البرود، ان احنا بقت الدنيا بارده، بيبان كده الشخص بقى بارد، بقى ثلاجه قاعده كده، انسان آلي قاعد معنا، وانسان هي انسان آلي وهو انسان آلي. رقم 5، غياب الهدايا، الهدايا بقت بقى على مسافات بعيدة أو مش موجودة خالص. وأقصد بهدايا معناها إيه؟ إن مش لازم حتى يبقى هدية هدية كبيرة، لا، إن أنا راجع أقوم جايب وردة، أنا مثلا باكل مثلا ثمرة حلوة، فاكهة عجبتني، الله حبيبتي طعمها حلو قوي، خدي ذوقيها جميلة قوي، فأهدت لها اللي كانت في بقي. يعني ال- 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 الإهداء بأبسط الطرق معايا، أنا شفت حاجة عجبتني فقلت أكيد هتعجبها وقمت جايبها لها معايا. فغياب حالة الهدايا من علامات الطلاق الصامت. رقم 6، اللمسات الحانيه، ان احنا واحنا ماشيين ماسكين ايد بعض، مش انا ماشي بجري وهي تجري ورايا، ان في التلامس الجلدي برضو في خارج اطار العلاقه الحانيه، ان احنا في الطبيعي اطبطب المس الجو في رومانسيه، ابقى قاعد احس ان انا عايز اقعد جنبها عشان نبقى لامسين بعض حنيه. الله عليكي، حاله حنيه لما تبقى غايبه ده من مؤشرات الطلاق الصامت. احنا كده قلنا 6. رقم 7، عدم التعبير عن المشاعر، ان ما عادش في بينا اثناء الكلام انا بحبك قوي، انت وحشتيني، انا وانا مسافر او هي او بعيد عنها انا راجع انت وحشتيني وعايز اقعد معاكي شويه. عدم التعبير عن المشاعر سواء من الذكر او من الانثى. رقم 8، ان احنا ما عادش في خروجات احنا الاثنين لوحدنا بعيد عن الاولاد. يعني من اجمل الحاجات اللي بتخلي العلاقه الحميمه او العلاقه الزوجيه رائعه، ان احنا نفكر ونمخمخ ونخطط كده ونطلع لوحدنا انا وهي، ونسيب العيال طلعات كده كل فتره. فغياب هذا النوع من الطلعات الفرديه انا وهي بس. من ضمن الحاجات كمان رقم 9، غياب الاطراء، او ان انا ابين ان انا معجب، ان انا امدح مميزات فيها. ايه حلاوتك دي؟ الله عليك، ايه الجمال ده؟ ايه الشياكه دي؟ الله عليك ما شاء الله، هي خارجه ما شاء الله، ايه لون الشعر اللي يهبل ده؟ ايوه، مش هتقول لي شفت لون شعري ولحظ عملت وهي فيه. وهنا عايز اقول حته مهمه جدا، وهي كمان لازم تقول له. هنا هقول حته مهمه قوي. الانثى تحب ان تمدح لذاتها، جمالها، لشكلها. الراجل يحب ان يمدح لافعاله. يعني هي تقول له ايه؟ يعني دلوقتي يعني الزوجه اللي بتتفرج عليها تقول له جوزها ايه؟ هو كان بيعمل شغل، الله ده انت كنت بصراحه عبقري في الحته دي. يعني بجد مش اي حد يعرف يعمل كده، ما شاء الله عليك. ده لما بنروح مكان حافظ الطرق ده مش ممكن، ده احنا بننسى. المهم بيحب يمدح الافعال بتاعته. الراجل مش هيقول عينك ولا جمال، ملوش في الكلام ده خالص، الافعال اللي بيعملها. اوكي. انا بجد عجبني قوي لما كنت واقف جنبي، لما كنت تعبانه وسندتني، الافعال، بيحب يمدح الافعال. فغياب هذا النوع من العبارات بيؤدي الى من مؤشرات الطلاق الصامت. رقم 10، حاله بقى التهديد والتحقير، حاله التحقير او الاهانه، العبارات اللي فيها اهانه او النظرات بقى اللي فيها تحقير او تدني من الطرفين. ساعات تلاقي الراجل بيكلم الست، ايوه طب خلاص 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 يلا خلاص يلا، او هي تبص له كده بنظره ان خلاص. ففي حاله من الدنيا او الاحتقار في الكلام. رقم 11، كثره التهديدات منه او منها. يعني هو يقول لها بقول لك ايه، شكلي اتجوز عليكي، مش هينفع كده، انا والله بفكر اتجوز عشان مش هتظبطي لما اتجوز عليكي، او بصي شكلي هطلق ومراتي هي بجد، او هي تقول له بص انا لو ما طلقتيش هرفع هعمل خلع، والله سيب بتروح لماما. فدايما كثره التهديدات اثناء نقاشاتهم او كلامهم. رقم 12، ان احنا واحنا بنتكلم ما بنتكلمش عن نفسنا، دايما بنتكلم على حاجات بره، على حاجات خارجيه، فلان عمل كذا، الشغل فيه كذا، بنتكلم على ناس تانية، الحوارات ما فيش فيها كلام عندنا احنا. رقم 13، ان بقى في حاله من النفور او عدم التقبل للطرف الاخر، ان احنا ما فيش بينا الحاله، يعني خلاص انا جوايا حاسه، يعني ممكن ساعات بتلاقي بعض الستات تقول انا برتاح لما يخرج من البيت، ياه بحس ان انا اتفككت وبقيت مرتاحه، او الراجل يا ربي انا راجع البيت يا عم خليني بره احسن، مش عايز بقى وجع دماغ، بقى حاله نفور حاصله ما بين الاثنين. رقم 14، ده بقى زياده عن النفور، ان طرف منهم بقى بيحس بالقرف لبعض السلوكيات الاخر بيعملها. يعني ممكن مثلا تبقى الزوجه جوزها بيشخر وهو نايم، فهي كان الاول متضايقه بس دلوقتي بقت بتحس بحاله القرف شديد، او حاجه معينه ممكن لما يديلها حاجه بايده تحس انها قرفانه تاكلها او قرفانه تتعامل معاها، بقى زادوا بقى نسبه من القرف. دي رقم 15. رقم 16، ان يبقى في نقاشاتنا كلها مليانه انتقاد، انتقاد ولوم وتحميل مسؤوليه،
انت سبب عشان عملت كذا وانت كذا، ما عشان لو كنت عملت كذا المفروض يبقى كذا. النقاش كله انتقادات انتقادات او لوم او لوم او القاء المسؤوليه على الاخر وانا زي الفل. اوكي. اخر حاجه بقى من النقاط رقم 17، غياب النشاطات المشتركه بيننا. من الحاجات اللي بتخلي الحياه الزوجيه رائعه ان دايما نخلق حاجه كده نكون فيها مشتركين، نلعب جيمز مع بعض او طاوله اي حاجه. اي نلعب شطرنج مع بعض، اي حاجه اشركها في حته في شغلي، هي بتعرف ترسم وتعرف تعمل ديزاين، اشركها في اي حاجه، في نشاطات مشتركه بينا. فغياب النشاطات دي بيخلي دول 17 نقطه، هقول لها حته مهمه جدا، هتدوا لكل نقطه درجه من 6، من ال 17 نقطه دول درجه من 6، هيبين لكم النسبه المئويه. يعني ممكن اقول مثلا دي 6، دي ممكن 5 شايفها او 4 ما هياش قوي، هيدي في الاخر النسبه المئويه للحاله بتاعتنا في الجواز. الزواج الطلاق الصامت عندنا بقى عامل ازاي؟ حلو كده؟ اوكي. وطبعا كل ما قربنا من 100 موضوع خطر جدا وبقى مؤشر سلبي جدا وبيأثر سلبا، هكرر تاني، على الزوج وعلى الزوجه وعلى الاولاد. طيب تعالى ناخد مروه في دقيقه. طيب. ونرجع سريعا نقول ازاي نلم الدنيا بقى في الحياه. يا مروه. الو، ازيك يا مروه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله يا رب دايما. قولي يا مروه. انا من محله. من المحلة. أهلا يا أهلا بيك يا مروة، أهلا بكل أهل المحلة. أنا مش مصدقة نفسي يا دكتور إن أنا بكلمك بصراحة، يعني أنا بتابع فيديوهاتك كلها على اليوتيوب وربنا يجزيك خير يا رب على المجهود اللي أنت بتعمله بصراحة. ربنا يوفقك يا رب، ربنا يوفقك يا رب، ربنا يوفقك. وأنا يعني كنت عايزة أسألك، يعني أنا دلوقتي في الأعراض اللي أنت بتقول عليها في الطلاق الصامت ده، بس يعني أنا عايشين ازاي بقى يعني اتفادى وانعالج الدنيا ونحاول نصلح الامور. هو يقول حالا يا حبيبتي. حاضر. احنا جيران يا مروه، انا من المنصوره فاحنا جيران المحله. اتفضلي. طيب انا بس عايز انصح نصيحه قبل ما اقول الاسباب ونعالجها ازاي، ان انا الحياه الزوجيه والاسريه حياه ممكن يبقى عايشها تلات ارباع عمري اللي عشته مع اهلي، يعني عمري كله بعيش ربعه مع اهلي او تلته والباقي كله مع شريك حياتي. فانا ما يصحش ابني حياتي كلها واصلحها على حلقه تلفزيونيه، احنا هنقول رؤوس اقلام، لكن مهم نقرا وناخد كورسز ونتعامل مع الناس المختصين في العلاقات الزوجيه. لو عندي المؤشرات دي كلها لازم اسعى. عشان كده اول سبب من اسباب الطلاق الصامت الاستسلام للواقع، ان خلاص كان هي الدنيا بقت كده، خلاص بقى ما حدش فينا بيفكر يعمل ايه عشان نبقى سعداء. طيب ممكن دكتور دلوقتي بقى نقول نعمل ايه؟ انا هقول بقى دلوقتي ان انا من الاستسلام للواقع ده سبب رقم واحد. العكس بتاعه ان انا لازم اقعد احط خطه ازاي اطور حياتي الزوجيه، ان انا اقرا كتب، اشوف الناس اللي بتتكلم على علاقات، احضر محاضرات. دلوقتي الحمد لله الانترنت مليان محاضرات كتير عن السعاده الزوجيه والعلاقه بين الذكر والانثى والفرق ما بين الذكر والانثى في الاحتياجات وفي العواطف والكلام ده كله. فلازم اقعد اقرا وانوي، لا استسلم وانما انوي احط خطه علشان اتعامل مع حياتي الزوجيه. رقم اتنين، الحاجه اللي بتخلي الناس يلجاوا لحاله الطلاق الصامت الخوف على الاولاد، ان انا خايف ليحصل له مشكله او خايف لما نتطلق يتشردوا. فبالعكس انا بنتكلم ان احيانا، ودي حته خطيره جدا، بيبقوا من البدايه شايفين ان الحياه الاسريه خلاص شكلها مستحيله وشكلها مش هينفع، فبدل ما ناخد قرارات عشان نحسم الموضوع ننام ونسيبها خوف من الاولاد، او رقم ثلاثه خوف على الصوره الاجتماعيه. حلو كده؟ فانا عايز من النهارده ماليش علاقه بالاولاد، بالعكس انا لو اتعاملت مع جوزي بحيث نبقى سعداء هيبقوا الاولاد في حياه سعيده، او لو اخذنا قرار بالطلاق الحقيقي بقى بيسموه ساعات الطلاق الايجابي هيبقوا اسعد لان بقينا مرتاحين حتى انفصلنا وده ربنا شرعه، فيبقى الحياه سعيده. رقم اربعه، ودي جزئيه مهمه قوي، ان انا بستغل القدره على التحمل استغلال سيء. انا عايز اقول هنا حته مهمه جدا، يا كل زوجه يا كل زوجه، طبيعي ان يحصل مشاكل او حاجات تحصل من الزوجه تضايقني عادي، تحصل من الزوج تضايقني كزوجه عادي، اوعوا تستحملوا وتكتموا، اقعدوا مع بعض وحطوا خطه كده قبل من النوم بالليل كل يوم، انا هقول لك ايه اللي زعلني وهقول لك لو كنت عملتي ايه كان يريحني، ايه المشكله لو عملنا كده؟ احنا شركاء مع بعض، احنا مش في حرب مع بعض. وبعدين انتبهوا كده، بالله عليكم انتبهوا، وانت بتقول او انت بتقولي ما تكونش بتقول باتهام، لا اتكلم على مشاعرك. يعني بدل ما اقول انت ضايقتيني او انت اهنتيني انت كده بتتهم او انت كده بتتهمي، قول انا حسيت بالضيق لما عملت كذا، انا بصراحه حسيت باني
مصدومه جدا لما انت عملت كذا كده، ما فيش اتهام فهيتجاوب. اول ما ندي اتهام العقل اللاواعي عنده حتى لو هو دارس هيقوم مدافع على طول، فهيدي اتهام هو كمان. يبقى النقطه رقم 4 ان احنا ما بقاش يعني ما بقاش بينا الحاله ان احنا بنستحمل اكتر فعمالين نكتم نعالجها بقى ان احنا ما نمشي واحنا متخانقين. اوكي لازم حتى على فكره في حته كمان مهمه قوي، بص انا مخنوقه منك ومش هنتكلم، ما تيجي تاخدني في حضنك، مش عايزين نتكلم، انا بس عايز اكون مرتاحه في حضنك. والراجل اللي بجد هيعمل كده، الراجل اللي مش بجد هيقول لها لا لا يلا روحي نامي. ده للاسف يعني محتاج شغل كتير عليه. نقطه رقم 5 ودي برضو عايزين نركز عليها، ان كثره مشاهده الافلام الاباحيه ده بيدمر العلاقه، لان بيدخل يعني بيخلي الشخص في حاله من ان انا عمال اقارن وعمال ادخل في مقارنات رهيبه، بيخلي الدنيا اسوأ مما نتخيل. لان حته مهمه جدا يا رضوى، ان العقل اللاواعي لما بشوف اي حاجه بيخزن منها احلاها، فتلاقيني نافر من الشخص اللي قدامي. نقطة رقم 6 ودي برضو مهمة قوي قوي قوي، ان انا بقعد دايما اتكلم في سلبيات او اتكلم في نقاشات. انا عايز دلوقتي نحط خطة ورقة وقلم، ودي حتة مهمة جدا هتعالج الموضوع ده بصورة رائعة. بحب اسميها بطاقة تعارف. انا هكتب الصفات السلبية اللي عند جوزي والصفات الايجابية، وهو يعمل كده السلبي الايجابي اللي عند مراتي، وهنركز الشهر الجاي كله خلاص السلبي انا عارفه وحافظه واتكلمت فيه كتير لما عملنا مشاكل. انا من النهارده هشكرها بس على كل الايجابي ده، من النهارده انا هشكر جوزي بس على كل الايجابي ده فقط لا غير لمده شهر، هتذهله من النتائج، مش هعمل غير شكره على الايجابي اللي انا مطلعاه عندي، او هو يعمل على الايجابي اللي مطلعاه عنده. حلو كده. نقطه رقم 7 ودي من اروع الحاجات، ان انا مهم جدا اعبر عن اللي انا حاسه، اتكلم بحاله من الحب. اتكلم احنا الاول ما بعبرش او مش شايل مسؤوليه ما بعبرش، هنا بقى في نقطة رقم 7 أنا عايز أتكلم على إن أنا إحنا الرجالة ساعات بيروح يعبر عن حب الأفعال. لا أنا عايزك النهاردة من مسؤوليات الراجل إن هو ربنا هيسأله أنت خليت مراتك سعيدة ولا لا. إحنا بندخل الجواز وإحنا مش فاهمين، ده ميثاق غليظ. حضرتك يعني تقصد إنه يقول لها بحبك وحشتيني وهي تقول له بحبك وحشتيني؟ لا ده هنعمل حاجة أحلى من كده بقى. ها إن أنا عايز أعرف من عندها الحب بالنسبة لها معناه إيه؟ إلا لو عملته يا حبيبتي تحسي إن أنا بحبك. فهي تقول لك، لان احنا مشكلتنا احنا ساعات ممكن نعمل حاجات احنا اللي بنحبها بس هي ما بتحبهاش. اوكي لو عندي ارنب مش هدي له بيتزا. وانا اقول له ايه يا حبيبي أيوة. الحاجات ايه الحاجات اللي لو انا عملتها تحس ان انا بحبك. اوكي ايه كلمات الحب اللي لو قلتها لك تحس ان انا بتخليك مبسوط. بس حته مهمه هنا، الحاجات اللي هي تعملها او اللي انت تعملها ملهاش علاقه بحياتكم بره، يعني ما تقولهاش لو انت سبتي صاحبتك دي هحبك، لا انا عايز حاجات هي تعملها لك انت، انسى حياتها الخارجيه وانت كمان كده برضه. حلو كده؟ نقطه رقم 8 ودي برضه مهمه قوي، ان احنا اولا سريعا بقى نقطه رقم 8 ان انا بدل ما يعني احاول انفس عن ان انا دايما نحط خطه كده، نقعد مع بعض نتفق لو انا زعلان او انت زعلانه اعمل ايه اصالحك، نتفق عليه من بدري قبل المشاكل، بحيث اول ما هي تبقى زعلانه تبقى عارف انك مهم تعمل كذا. انا خلاص كاتبها من الاول. مثلا هات لي ورد. انا كاتبها في انا كاتبينها في ورده في ورقه ان انا خلاص متفق معاها ان لو هي زعلانه هعمل كذا تصالح، لو هو زعلان هعمل كذا يصالحني. طب وافرض انا عملت كذا وما تصالحش؟ لا يبقى هو بيسيب. احنا هنتفق، احنا عايزين نكون سعداء. اوكي لسه نقطتين كمان سريعا جدا. النقطه رقم 9 ان انا ابدا اعمل عبارات اطراء كتير جدا على زي ما اتفقنا بقى على الايجابي بتاعها اللي فيها واللي فيا. رقم 10 من الحاجات المهمة قوي، المسببات لحالة الطلاق الصامت وعكسها، اللي هو ساعات بيحصل فروق سن، ففروق السن بتخلي ممكن تلاقي واحدة تقول له ما تيجي نخرج شوية مع بعض، ايه شغل العيال احنا خلاص احنا مش مراهقين احنا كبرنا. لا علاجها بقى ان احنا نطلع طفولتنا مع بعض، عيشوا اطفال، كسروا كل الماسكات. طب انا ممكن اسالك سؤال قد كده اهوت بس قبل ما نختم؟ ها حضرتك دلوقتي اتكلمت في فرق السن. حلو. لو انا دلوقتي في ستات او بنات بيبعتوا يقولوا انا فلان اكبر مني ب 15 سنه بس انا بحبه وعايزه اتجوزه. حلو. اكبر مني ب 20 سنه بس انا بحبه، هل ده انتبهي كده بالمؤشر العام اللي بيحصل في حياتنا خطر الجواز من سن كبير. لو هو بقى دارس وانت دارسه مش فارقه، لو انتوا الاثنين فاهمين الحياه الزوجيه صح هتعيش طفولتكم. لان على فكره حته سيئه جدا الوقت، انا عارف ان السن هو عباره عن شكل او رقم في البطاقه، الروح احنا محددلها سنها. عيشوا طفولتكم وعيشوا سعداء. الفرق 10 سنين
ده الصحيح؟ ده الطبيعي، ده المتوازن الطبيعي. نورتنا يا فندم والله العظيم وشكرا. انا بس بقى يا استاذ حلواني بقى بس لا ما ينفعش ما ينفعش. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا حضرتك، نورتنا والله دكتور احمد عمارة. انا لقطت منه كلمتين دلوقتي في الاخر، برضه هنتفق معاه ان شاء الله يبقى عندنا حلقه ثانيه. مشاهداتي اعزائي خليكم معانا وتابعونا ومازال معاكم وهي وبس.